سلام بيبيشاتي، صباح الخير. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكون صحتكم طري طري بها. قبل ما نبداو لا فيديو، حبوباتي اللي ما راهيش مشتركه في القناه نتمنى تروح تشترك دوكا، واللي مشتركه نقولها ربي يخليك ليا اختي العزيزه. الو، كما قلت لكم جيتكم اون نوفيل فيديو اللي هو كيف ندير سردين تاعي. يعني على بالي البنات كاع تعرفوا ديروا سردين، مي كل واحد وكيفاه يديروا بطريقته. يعني كما قلت لكم كل واحد كيفاه، كاين اللي يديروا كشغل كفته، كاين اللي يحلو يديروا بلاصوص، كاين اللي يقليه ديريكت. الو قلت ندير فيديو وعلاه لا لا، هكذا نتوما ثاني تستفادوا منه. بالك كاينين بزاف ما يعرفوش يديروه، نورمال ما فيهاش عيب. الو حبوباتي، كما راكم تشوفوا عندي هنا سردين، شرينا نورمال مواقيل كيلو ولا كيلو ونص، ما شفيتش اكزاكت، باسكو ياكلوه سورتو سردين يموتوا عليه. وهكذاك البنات والله ما كفى، يعني دقيقه تكل خاطركش. كاين اللي حبات كبار، كاين اللي حبات صغار، شي با كيفاه. المهم البنات حبوباتي، هنا كنت نخدم فيه، يعني نحيلو في هذوك المسار نتاعو، نحيهم له كاع، ومن بعد البنات نغسلو. فوالا حبوباتي، كما راكم تشوفوا هنا رايحه نغسلو، يعني نغسلو طري طري بيان، درت له الماء والخل. نغسلو البنات. المهم البنات عسو هذاك يجي واحد الخيط رقيق، هذاك لازم تنحيوه من الداخل تعسوه. رمومو دوك تشوفوه هنا دوك يبان لكم، يعني هذاك لازم. كما قلت لكم غسلتو البنات واحد 3 مرات والله. المهم درت له الخل والماء ونحيلو هذاك تاع الظهر، هذاك الشغل الجلده تاعو هذيك. المهم البنات كيما قلت لكم غسلتو، يعني غسلتو 3 مرات، راكم تشوفوا في الماء تاعو كيفاه داير. هكذا البنات راكم تشوفوا، غير غسلته ومازال ما صفاش. هنا البنات هذه المره الثالثه، وهنا كما راكم تشوفوا البنات الثاني بعد ما زدت خلصته، زدت له شويه خل وخليته يكثر. ومن بعد البنات رحت درت هنا شويه ايزيس شويه جافي باه نعقب على البوطاجي هذا كامل. يعني تعرفوا البنات ريحه الحوت كيفاه كارثه، يعني دقيقه لو كان تخليو الحاله هكذا يجي ذبان. الو غسلتهم قبل، نحيتهم على طريقي. هكذا البنات كل ما ندير حاجه نغسلها، يعني باه ما نتقلقش. هنا حكيت البوطاجي مليح بالايزيز والجافيل. زدت حكيت البنات هذيك اللي درت فيها الحوت. وحكيت لافابو. البنات سيفو بلي بارطاجيو لاشين هذه مع صحاباتكم. يعني البنات والله غير عييت وانا نحاول بزاف نقولهم بارطاجيو القناه هذه، عاونوني يا اخي البنات. ما رانيش كيما نقولوا، ما رانيش ندير في حاجه عيب والله، جست حابه تدعموني. هذا ما كان اذا ما لقيتش الدعم من عندكم، منين حنلقى هنا؟ ليسونسيال البنات كما قلت لكم ما تنساوش تبارطاجيو القناه هذه، ديروا وجه لربي هذا مكان. فوالا حبيباتي كما راكم تشوفوا هنا جينا حين نوصلوا نديروا لاصوص تاعها. ربي تحبه طماطم.
وهنا راكم تشوفوا البنات جبت هذه الطماطم هذيك السائله اللي تشريها من لا سوبر تاع جومبو، يعني كانت عندي كانت فتحتها اختي دارت بها بيتزا ومن بعد فضلت قلت علاه لا نديرها خير ما تطبيري، ما هي البنات 3 ايام سي بون. كما راكم تشوفوا البنات درت هنا لي زيبيس شويه كزبر شويه نورمالمون كمون ملح، هذا ما كان يعني البنات الحوت يحب الكمون، يحب الكمون مليح. فوالا نخلطهم مليح مليح. وعندكم البنات ثاني الحوت ثاني يشتي الثوم، درت الثوم البنات هنا هكذا احنا نحتفظوا به الثوم هذا بامي يفزج اللي تحتفظ به هكذا تقولي في التعليق. ومن بعد زدت البنات وحده طماطم مصبره هذيك هاي ليك البنات الطماطم مصبره هذه، اللي ما شافش الفيديو كيف يحتفظ بها يروح يشوفه، يعني راني دايراته في القناه. وهنا البنات كما راكم تشوفوا راني نحيت الحوت هذاك الشوك نحيته، يعني البنات كاينين حبات طار منهم الشوك وكاينين حبات صغار ما قدرت لهمش تما، يعني لو كان يتفتت تما نص درته هكذا ونص درته هكذاك. وهنا راكم تشوفوا البنات بعد ما نحيتو قلت لكم قعدت لي كميه ما قدرتش نحي لها الشوك هذيك، وهنا كما راكم تشوفوا البنات كيف حشيتها بهذيك لاصوص اللي درت، يعني ندير حبه فوق حبه على بالي البنات راكم تعرفوها طري طري بيان. ومن بعد البنات خليتهم قليتهم في الفرينه وفوالا، و شاهدكم بالجنة حبوباتي. هنا نكونوا لحقنا لا فيديو تاعنا، جيسبر يا ربي يكون عجبكم، يا لو كان ديتو فكرة بسيطة. والبنات ما تبخلوش علينا بجام وكومنتار، وتهلاو في عفوا تهلاو في روحتكم في فيديو لاحق ان شاء الله. اللي حبت تشوف كيف حضرته في الاخر تروح تشوفو. فوالا حبوباتي نخليكم تهلاو في روحتكم. باي باي، كملوا الفيديو حتى للاخر.